السلام عليكم متابعي دراما سبورت. كنت مجهز مقدمة طويلة عريضة عم نحكي فيها عن إقالة المدرب أو عدم تمديد أو تجديد عقد المدرب فجر إبراهيم، لكن بما أن اللجنة الفنية لهلأ ما قررت تمديد العقد أو يعني إلغاء العقد، فلذلك المقدمة اختلفت تماما. على كل حال يا شباب، القرار رح يتم اتخاذه خلال هالأسبوع وحنشوف القرار، أما بتمديد أو تجديد عقد المدرب لمدة سنتين أو إقالة المدرب أو عدم تجديد العقد، أي حل وسطي حكينا عنه بالفيديوهات الماضية مرفوض تماما وأكيد مضيع للوقت. الكابتن والسيد حاتم الغايب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم طلب ببرنامجه الانتخابي الصبر، وأنا باعتقادي الشخصي أنه الجمهور السوري أكثر جمهور صابر بكل دول العالم. نحن جماعة صابرين وحنكون بصف اتحاد كرة القدم إذا شفنا الشغل مزبوط وعم يمشي على أصوله. وبطبيعة الحال أي اتحاد لكرة القدم لازم تكون فيه سلبيات، وأكيد حنحكي عن السلبيات بشكل أو بآخر. نحن هلأ بصف اتحاد كرة القدم إذا شفنا الشغل مزبوط، لكن بحكم أنه دائما في أخطاء فأكيد الإضاءة على هاي الأخطاء واجب وضرورة. وبطبيعة الحال يا شباب، إذا بدنا نحكي عن المدرب القادم للمنتخب في حال عدم تجديد عقد المدرب فجر إبراهيم، فأكيد لازم نفوت بنقاش، نقاش يكون شوي موضوعي وخالي من النقاش البيزنطي وخدني جيتك. نحن كسوريين أو كجمهور سوري بمين لازم نتقارن؟ يعني أكيد بالأردن وبالعراق وبالدول المجاورة، وأكيد ما حنتقارن بألمانيا إسبانيا البرازيل وكل هالدول المتطورة تماما، لكن إذا عملنا مقارنة فلازم نشوف شو عم بيعملوا بالأردن، شو عم بيعملوا بالعراق، ونستفيد من التجارب الموجودة. وإذا بدأنا بالمنتخب العراقي أو بالكرة العراقية، فأبرز إنجاز للمنتخب العراقي آخر 20 سنة هو الفوز بكأس آسيا بال2007. كان بوقت المنتخب العراقي عم بيعاني من حالة حرب، الحرب كانت موجودة لكن كان في جيل ذهبي، يعني هذا الجيل الموجود بالعراق كان نفس الجيل الموجود حاليا بسوريا، نفس الإمكانيات كانت موجودة، لكن كان في مدرب ممتاز واللي هو البرازيلي فييرا. هذا المدرب البرازيلي فييرا كان مساعد مدرب المنتخب المغربي بكأس العالم عام 1986، وكمان درب نادي القادسية الكويتي وفاز مع نادي القادسية الكويتي عام 1999 بالدوري الكويتي، يعني مدرب فهمان العقلية العربية وعايش بالمنطقة العربية وبيعرف طبيعة اللاعب العربي. لذلك فينا نحكي انه التعاقد مع فييرا كان تعاقد صحيح، المدرب صاحب انجازات، صاحب سي في قوي، درب عدة اندية خليجية، درب عدة اندية عربية، منتخبات عربية، فلذلك بنحكي انه طبيعي جدا اذا عينت مدرب ممتاز مع جيل ممتاز، فاذا ما حققت كأس آسيا فعلى الاقل رح تحقق نتائج ممتازة. وبالفعل المدرب فييرا مع المنتخب العراقي حقق كأس آسيا عام 2007 بفضل التشكيلة القوية والجيل الذهبي واكيد عقلية المدرب الانتصارية. يعني المدرب لما كان بيواجه استراليا، لما كان بيواجه اليابان، السعودية كان بافضل اوقاته، فكان بيواجه المنتخب العراقي هالمنتخبات الند بالند، كوريا الجنوبية الند بالند، يعني ما كان عم بيعطي أي اعتبار للمنتخبات الضعيفة مثل الفلبين والمالديف، كان عم بيواجه منتخبات مثل اليابان وكوريا الجنوبية وحقق على كل هالمنتخبات الفوز وحقق كأس آسيا. هذا بشكل مختصر التجربة العراقية مع المدرب فييرا. وإذا تحولنا للتجربة الأردنية اللي أنا حاسس إنه هاي التجربة أقرب لقلبي ولازم لازم تتاخذ بعين الاعتبار بالنسبة للاتحاد السوري لكرة القدم، التجربة الأردنية هي أفضل تجربة أنا شايفها حاليا بالمنطقة. الكرة الأردنية باختصار يا شباب، قبل عام 2004 كانت كرة مجرد منتخب هواة، يعني مع الأخذ بعين الاعتبار ومع احترامي للمنتخب الأردني، قبل 2004 كان منتخب عادي جدا سواء بالشرق الأوسط أو حتى بآسيا. بعد ما تعاقد الاتحاد الأردني مع المدرب الأسطورة، أسطورة المنتخب المصري، مع أسطورة التدريب العربي بشكل عام الجوهري، تغيرت الكرة الأردنية، تغير المنتخب الأردني 180 درجة. طبعا يا شباب إذا حكينا عن تاريخ الجوهري مع المنتخبات، المنتخب مصر أو مع الأهلي مع الزمالك، فأكيد نحتاج لفيديو فيديوهين وممكن ما بنعطيه حقه. يعني انت باختصار عم تحكي عن مدرب صاحب انجازات، درب نادي الاهلي، درب نادي الزمالك، قطبي الكرة المصرية، حقق مع نادي الاهلي الدوري المصري، بطولة الاندية الافريقية، وكذلك مع الزمالك، يعني حقق بطولات مع الزمالك بالبطولات الافريقية وبالدوري المصري، لما درب المنتخب المصري وصل لنهائيات كأس العالم عام 1990، وكمان حقق بطولة الأمم الأفريقية عام 1998. مدرب صاحب إنجازات، صاحب سي في قوي، وأكيد أسطورة التدريب بمصر. لما تعاقد الاتحاد الأردني مع هيك نوعية من المدربين، كنت حاسس إنه الكرة الأردنية حتتطور، ممكن ما تفوز بكأس آسيا، ممكن ما تحقق نتائج غير معقولة أو تتأهل لكأس العالم، لكن حتكون قريب،
حتكون قريب من التأهل لكأس آسيا ومن التأهل من دور المجموعات، وحتكون قريب من التأهل حتى لنهائيات كأس العالم. وبالفعل هذا الشيء صار، المنتخب الأردني تأهل لأول مرة بعام 2004 لنهائيات كأس آسيا، وتأهل من دور المجموعات اللي نحن ما فينا بكل تاريخ المنتخب السوري ما تأهل من دور المجموعات. المنتخب الأردني بأول مشاركة بكأس آسيا تأهل من دور المجموعات لدور الثمانية، يعني دور الربع النهائي، وخرج من المنتخب الياباني بركلات الترجيح الظالمة. إذا يا شباب، الجوهري درب المنتخب الأردني 5 سنوات، خلال هال5 سنوات غير مفاهيم الكرة الأردنية، غير عقلية اللاعب الأردني، وحقق إنجازات ممكن ما حدا يحققها قبل الجوهري ولا بعد الجوهري. كان الجوهري بيتدخل بكل شيء يخص الكرة الأردنية، سواء روزنامة الدوري، سواء طريقة اللاعبين، تغيير الخطط، حتى كان بيتدخل بطريقة لعب بعض المدربين، بيعطيهم حلول للنوعيات تدريبية جديدة، فكان بيتدخل بكل شاردة واردة، وغير مفهوم الكرة الأردنية. للأسف توفى محمود الجوهري بعام 2012، لكن رغم وفاة محمود الجوهري إلا أنه الاتحاد الأردني استفاد من تجربة الجوهري، عين بعده حسام حسن، وأكيد المنتخب الأردني في تطور مستمر، ولهلا فينا نحكي أنه الكرة الأردنية هي حصيلة عقلية الجوهري. إذا يا شباب، من خلال الحكي اللي حكيناه سواء عن التجربة العراقية وعن التجربة الأردنية، فعم نشوف تعاقدوا مع مدربين أصحاب إنجازات، أصحاب سي في قوي، أصحاب خبرة كروية، وممكن يعطوا للكرة السورية أو للكرة الأردنية والعراقية الشيء اللي بتمناه أي جمهور. وبالنظر يا شباب لكون المدرب الأجنبي أمل بعيد المنال لأسباب عديدة، السبب الأول سبب مالي، ممكن ما فينا ندفع رواتب المدرب الأجنبي، أو ممكن المدرب الأجنبي ما بيرضى يجي على سوريا بسبب الأوضاع الحالية بسوريا، يعني القيل والقال كتير موجود بهذا الشأن. لكن إذا نظرنا للجانب العربي، للمدرب العربي، ففي مجالات وفي إمكانيات وفي مدربين ممكن يرضوا يدربوا المنتخب السوري، وأصحاب سيفيات قوية. وأنا بصراحة يا شباب عندي رأي شخصي، يعني ممكن تأخذ فيه ممكن ما تأخذ فيه، لكن أنا حابب نكرر التجربة الأردنية بسوريا. والمدرب الحالي اللي فيه يطبق هاي التجربة الأردنية هو الكابتن حسن شحاتة، مدرب صاحب عقلية انتصارية، مدرب ممتاز، مدرب صاحب خبرة، صاحب كاريزما، بيمتلك كل مقومات النجاح ليحقق مع الكرة السورية إنجاز، أو ليحقق مع المنتخب السوري نقلة نوعية. النقلة النوعية نحن بنحتاجها بالكرة السورية. وطبعا إذا بدنا نحكي عن إنجازات حسن شحاتة فحدث ولا حرج، لكن خلينا نحكي عن إنجازاته مع المنتخب المصري، لأن مع الأندية كمان محقق إنجازات، لكن خلونا نختصر الفيديو شوي. حقق مع المنتخب المصري 3 بطولات أفريقية، عام 2006، عام 2008، وعام 2010، ووصل لبطولة كأس القارات، وفاز على المنتخب الإيطالي، ولعب مباراة تاريخية قدام المنتخب البرازيلي. لذلك أنت تحتاج لهيك نوعية من المدرب بيصنع لك كرة قدم بسوريا. كل شيء شفناه بالكرة السورية خلال السنوات الماضية عبارة عن حماس وطنية، يلا شدوا الهمة يا شباب، لكن ما كنا عم نشوف عقلية، ما كنا عم نشوف طريقة لعب، ما عم نشوف منتخب قادر على مقارعة المنتخبات الكبيرة. خلونا نكون صريحين يا شباب، نحن عدنا نجوم بيتميزوا بالدوريات الخليجية، بالدوريات الأوروبية، لكن مع المنتخب السوري نحن بنحتاج لخطوط عريضة بهذا المنتخب، لنبدأ من الصفر، من الصفر لازم نبدأ مع المدرب صاحب كاريزما، صاحب تعاطف جماهيري. أهم شيء لازم يكون كمان الجمهور، لازم تكون كل الثقة موجودة بهذا المدرب على عكس بقية المدربين. فلذلك أنت بتحتاج لهيك نوعية من المدربين. ما في ضمانات للنجاح يا شباب، يعني ممكن تتعاقد مع حسن شحاتة وما بتتأهل لكأس العالم 2022، لكن حتضمن صناعة كرة قدم بسوريا، حتضمن فكر صحيح بكرة القدم بسوريا، حتضمن الشغل الصحيح بهاي الكرة. وهذا الشيء اللي حابب نوصل له بكرة القدم السورية يا شباب، ما نكون أشخاص اعتمادنا الكلي على الترقيع، يعني مدرب أزمات، بيجينا المدرب بنخسر مباراة مبارتين وبيجي لنا نفس المدرب اللي كان عم بيدرب المنتخب. هذا الشيء شفناه مع الكابتن فجر إبراهيم عدة مرات. فلذلك هاي هي المشكلة الأساسية بالكرة السورية. أي شخص بيتمنى الخير للكرة السورية وبيتمنى الخير للمنتخب السوري لازم يدرك أهمية المشروع الكروي. شو بدك من المنتخب؟ يا ترى نحن طموحنا نتأهل لكأس العالم 2022 ولا لازم نفكر بكأس العالم 2026؟ لازم يكون الطموح مشروع، لازم يكون الطموح متواجد، ولازم نبدأ نقارع المنتخبات القوية مثل اليابان، كوريا الجنوبية. بهيك أفكار بالية وبهيك ترقيعات حالية مستحيل نفوز، مستحيل نتأهل إلا إذا كان الحظ بجانبنا أو إذا كانت الصدف.
عموما يا شباب، ما بعرف اذا طولت بهذا الفيديو او لا، لكن المدرب حسن شحاته هو المدرب اللي انا بتمنى انه يدرب بشي يوم من الايام المنتخب السوري. يعني بتمنى انه يوصل لهذا المركز بالكادر الفني وبتدريب المنتخب الاول. كمان اذا ما صار مدرب المنتخب السوري، فاي مدرب بيتم تعيينه حنكون بصفه وبجانبه. لكن نحن بنحكي عن مشروع، بنحكي عن فكر كروي. اكيد انا مع الفكر الكروي اللي ممكن يتطبق من خلال التعاقد مع حسن شحاته. بنهايه هذا الفيديو يا شباب، كلامي هو مجرد راي شخصي، يعني بغض النظر اذا تعاقدوا مع حسن شحاته او ما تعاقدوا، برجع وبكرر انه حكون بصف اي مدرب بيدرب المنتخب. هذا منتخب بلدي حشجعه، لكن نحن بنحكي بطريقة تكون حيادية، بطريقة شوي تكون رياضية، شوي فيها أفكار، شوي فيها مشاريع. نحن بنتمنى نوصل لهاي المرحلة، بنتمنى من الاتحاد الجديد يتجرأ ليحل بعض المواضيع العالقة. هلا حاليا الملاعب، كل هاي المواضيع مواضيع فينا نصبر، ونحن عندنا إمكانية الصبر موجودة عند الجمهور السوري. لكن المنتخب الأول، فخلونا نحقق مع المنتخب الأول كم خطوة إيجابية، وبعدها بنفكر بالحلول الثانية، الحلول البطيئة اللي ممكن نصبر عليها سنة أو سنتين. بنهاية هذا الفيديو يا شباب، هذا راح أحكي وللمرة الألف، هذا رأي شخصي، مو بالضرورة تأخذه حرفيا يعني كقرآن منزل، رأي شخصي. يعني أنا شايف أنه حسن شحاتة ممكن يدرب المنتخب، في مدربين تانيين عرب كمان ممكن يتولوا تدريب المنتخب. نحن بالنهاية بصف أي مدرب جديد أو أي مدرب راح يدرب المنتخب، وحتى لو تم التجديد عقد الكابتن فجو إبراهيم لسنتين، أكيد حنكون مع المنتخب. يعني نحن بالنهاية مع المنتخب السوري، لكن الأفضل للمنتخب السوري أنه اللجنة الفنية تعمل اجتماع، أما تجديد عقد المدرب لمدة سنتين أو عدم تجديد العقد نهائيا. هذا كل شيء حبيت أحكيه يا شباب، بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة.